وللمزيد حول الشأن السوري ينضم معنا من اسطنبول المحلل السياسي السوري سنان حتاحت. مرحبا بك معنا أستاذ سنان. بداية، الجولة الجديدة للمفاوضات في درعا، هل ستتوصل إلى حل برأيك؟ يعني لا يزال من المبكر قليلا الحكم على مخرجاتها. الفصائل الجبهة الجنوبية قدمت مقترحا شبيها إلى حد كبير بالمقترح الأمريكي الذي تم وضعه على طاولة المفاوضات منذ شهر، بالإضافة إلى بعض التفاصيل تتعلق بجدول تسليم السلاح الثقيل والمتوسط تزامنا مع إخراج المعتقلين من السجون السورية، وأيضا وضع شروط لسير عملية المصالحة مع النظام السوري. نعم، ولكن يعني ما يزال النظام اليوم مستمرا في عملياته العسكرية، وهدفه هو الوصول إلى معبر نصيب. نعم، ولا يزال هناك شكوك كبيرة حول نيته جادة في الدخول بأي عملية تفاوضية مع المعارضة السورية. يعني شروط المعارضة، وأنت كما أجبت قبل قليل، تتضمن عدم دخول قوات النظام إلى مناطقها وانسحاب النظام من المناطق التي سيطر عليها. هل من الممكن أن يقبل النظام بهذه الشروط؟ هل من الممكن التوصل إلى حل وسط يقنعه على الأقل الجانب الروسي الحليف والداعم للنظام السوري؟ يعني كما أسلفت، الاتفاق أو صيغة الاتفاق الذي يعني وضعته المعارضة السورية على طاولة المفاوضات اليوم لم يخرج عن نطاق الاتفاق الذي حاولت الولايات المتحدة الوصول إليه قبل مدة، ولم يستجب النظام بشكل إيجابي ولا حتى روسيا. اليوم قد يحدث يعني تغير في حال يعني قامت الكتائب بتقديم المزيد من التنازلات، سواء بانضمامها إلى الفيلق الخامس أو أيضا يعني التسريع في عملية المصالحة. ويبدو أن فصائل الجبهة الجنوبية اليوم هي متجهة نحو ذلك، فمن المحتمل أن نشهد نوع من أنواع الاتفاق. نعم، في وجود يعني تمركزها، يعني تمركز هذه الكتائب، ولكن تحت علم النظام وتحت قيادته وبشروطه ووفق ما تمليه مصلحته. فبالتالي هي لا يمكن التحدث في هذا يعني السياق عن انسحاب للنظام، ولكن هو فقط تفويض إلى ميليشيات محلية كانت تقاتل يوما ما من أجل الثورة وأصبحت اليوم تقاتل بعلم النظام. نعم، بنفس الوقت هناك حديث روسي عن قرب التوصل لتفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا. كيف شكل هذه التفاهمات برأيك، وكيف ستنعكس على الواقع السوري؟ يعني هناك شيء واضح جدا بما يتعلق بأهداف الإدارة الأمريكية الحالية في سوريا، وهي يعني فقط تتمركز حول إخراج إيران أو حول محاولة يعني تقزيم دورها في الدولة السورية وإلى آخره، ولكن في المقابل لا يوجد أي خطة واضحة، لا يوجد استراتيجية واضحة، هناك تخبط واضح جدا. قامت هذه الإدارة بترتيب ضربات صاروخية ضد أهداف للنظام، وقامت بالكيل بالوعيد وإلى آخره، ولكنها في نفس الوقت هي مستعدة للتفاوض معه وأيضا للتفاهم والاعتراف بسلطته. نعم، فبالتالي اليوم كل ما تقوم فيه روسيا هو تدعيم دعايتها بأنها هي ستقوم بقصف أظافر إيران في سوريا من خلال دعم النظام، وأنه الطريقة المثلى من أجل إخراجها هو في تدعيم الأسد وفي عودة مؤسسات الدولة ولا آخره. وكل ذلك يعني غير رماد في العيون، لأننا يوم بالنظر بشكل بسيط إلى آخر عملية حصلت في جنوب سوريا لم تكن ليحقق الجيش السوري أي نجاح لولا وجود عناصر إيرانية معه تقاتل على جبهة. نعم، أستاذ سنان حتاحت المحلل السياسي السوري كان معنا من اسطنبول، شكرا لك.